من عمق ظلام الليل تأتي أنوار السماوات، من حزن صليب العار تأتي أفراح القيامات، ومن قلب تجربة الحياة تولد التأملات. أعزائي المستمعين، معنا دلوقتي مع حلقة جديدة مع برنامجكم تأملات مانو في إذاعة أقباط العالم. بسم الله والابن والروح القدس، إله الواحد آمين. حلو يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ في حلقة هذا الأسبوع عايز أتكلم عن ما هو معنى الإنسان المسيحي الحقيقي؟ إيه معنى إن الإنسان ده حقيقي؟ هل يا ترى الإنسان المسيحي الحقيقي هو اللي بيروح الكنيسة كل أسبوع يتناول، سواء كان يوم حد أو كان يوم جمعة حسب أجازتكم، وبيصوم كل الصيامات وحافظ كل الصلوات ومقيم على كل طقوس الصوم وطقوس وتقاليد الكنيسة، واللي بيهتم ان هو فعلا يروح يكون موجود اسبوعيا في الكنيسة؟ هل يا ترى هذا هو الانسان الانسان المسيحي الحقيقي اللي يتكلم عنه الكتاب المقدس؟ هو كل ده حلو قوي، بس يا ترى انت بتعمل ده بدافع ايه؟ هل يا ترى بدافع ان انت تبان والناس تشوفك تقول يا بص فلان قد ايه شخص فعلا امين على معرفته لربنا وهو عايز يعرف ربنا، عشان كده موجود كل اسبوع هنا في القداس؟ طبعا ده احسن من غيره، ما بيروحش الكنيسه خالص ولا بيسال في الكنيسه وقاعد على هواه خالص مطنش الدنيا. بس خلي بالك، الغوايه هنا، الهدف، البيربز هنا يختلف. هل انت بتعملها عشان انت تبان ويقولوا ان فلان ده شخص مسيحي كويس، لما يجي يرتبط من واحده من ذو عيله وحد يكون ابائها او اهلها وهي شخصيا تكون مؤمنه حقيقيه بالمسيح؟ هل يا ترى انت بتعملها بريتنس، هل مجرد افتراضات او ادعاءات او زي تمثيل علشان تبان ان انت شخص تقي؟ ولا يا ترى هذا فعلا دور عباده في حياتك واستقامه حقيقيه في حياتك، هدفها الاول والاخير هي الاتحاد بشخص يسوع المسيح، بهذا الاله الذي خلقك واعطاك الحياه والحق ان تعرفه وتكون شريك معه في ملكوت السماوات؟ الله الظاهر في الجسد، كلمة الله المتجسدة شخص، وإلهنا يسوع المسيح الذي أتى إلى العالم لكي يعدنا إلى ملكوت السماوات. هل ده الشخص اللي أنت بتدور عنه وعايز تتحد به وتلتصق به ويكون ليه علاقة معاك، وأنت ليك علاقة معاه، شركة يومية حقيقية مسيحية كل يوم، أن تعرف قلب الآب، أن تشخص في قلب الآب، أن تتكلم كلام من الكتاب المقدس، أن تتكلم على نفسك بدم وفداء يسوع المسيح الذي جاء إلى العالم وبذل نفسه من أجل خطايا جميع العالم لكي يرثون الحق في ملكوت السماوات؟ قلت قبل كده في حلقات قديمة، واحد سألني ليه جاء المسيح إلى الأرض؟ لأن كان لا يدخلون ولا يكون مغفرة الخطايا إلا بذم ولحم، لكن رأى الله أن ولا بذم العجول ولا بذم الخرفان ولا الطيور يدخل الإنسان لملكوت السماوات. إذا تجسد يسوع المسيح من الله الحي وصار ذبيحة أبدية عن العالم كله على الذين رقدوا والذين سوف يرقدون في يوم من الأيام، علشان يكون لهم شركة حقيقية في ملكوت السماوات، ويكون يصير لهم حق في البنوة الأبدية. هل يا ترى هدفك من الخدمة علشان انت تبان، عشان تلاقي تشاور تشوف الشخص ده حلو ازاي وبيعرف ربنا وبيأمن بربنا وبيتكلم بكلام ربنا؟ حلو قوي، بس لو الشخص ده هو اللي باين يبقى كده الخدمة سقطت. لو ناس بتشاور تقول شوفوا فلان، مش شوف المسيح، شوف فلان، احنا شفنا من الخدمة دي لما طلعت اللي بان الخادم. الخادم ده ممكن يكون الفراش، ممكن يكون الواعظ، ممكن يكون الخادم، ممكن يكون هو مين الخادم، بس هل ده اللي بان ولا انت شفت المسيح في هذا الشخص؟ شفت تواضع وخضوع وخشوع المسيح؟ هل قلبك اشتاق ان انت تعرف المسيح ولا هذا الشخص؟ لو خدمتك انت ان الناس بتشاور تقول بص على فلان، للاسف يا فلان خدمتك انت بتهدمها بنفسك، فانت خدمه راجعه اليك ليس لمجد الله. دور عن كاس الخدمه عليك انت، ابطر خدمتك. الله قادر ان يصنع من هذه الحجاره اولاد لابراهيم. حد مرة علق لي على الجروب وكتب انت ربنا عايزك لسه هيستخدمك. حبيبي، ما انا ما يفرقش مع اي حد في اي شيء،
ان سقط معنو وان مات معنو، معنو ما اتولدش اصلا. الله قادر ان يجعل حمار يتكلم فيجعل انسان ياتي الى الله، ومش بس الحجاره. فوجود معنو على الارض هو لا اله شيء في اختيار الناس ان هي تذهب الى ملكوت السماوات. ولكن احتمال يكون حياتي مثل ان هي تبين للناس ان في امل في يسوع المسيح، وان شخص ليس له اي قدره جسديه تماما عرف ان يوصل الى هذا، لذا هذا المنطق وهذه الحياه. مش هدفي ان الناس تشوف بص مانو شخص حلو ازاي، يغور مانو ويروح يعني ينعدم مانو تماما. لو الهدف ان من الخدمه ترجع على الشخص، هذا الشخص يبطل. ولكن هدف من حياتي انا القي الضوء، الجميع كل الضوء على يسوع المسيح. إن كان هدفك من خدمة يا فلان إن أنت اللي تبان، فهذه الخدمة يرفضها الله. بكررها وهفضل أكررها وهفضل أقولها طول ما أنا عايش. للأسف في حياتي قابلت خدام زائفين كتير، وناس كتير زائفين يذهبون إلى الكنيسة ويدعون، يقول لك يا سلام، وبسمع كتير جدا من ولاد ومن بنات وعلى ولاد وعلى بنات، أنا هرتبط بفلان أصل فلان ده شخص حلو بيروح الكنيسة وبيصلي وحافظ جميع القراءات وجميع الأصفان، ولا فلانة هي كمان نفس الشيء. لكن للأسف للأسف لما يقفل الباب على هذين الاثنين، من الأول والأساسي في حياتك؟ هل الله هو من يصنع قرارات هذا الإنسان؟ هل المرجع الأول والأساسي في جميع اختيارات هذا الإنسان هو ملك الملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح؟ هو الملك الأول اللي البرايورتي الأولى والأخيرة، الأولوية الأولى والأخيرة في حياتك؟ أم قراراتك نابعة من نفسك أنت، ولا هتيجي فايدتها عليك؟ للأسف بشوف وبسمع من خدام، أنا هستفاد إيه من اللي أنا بعمله ده؟ هل هيعود عليا بمركز بمنصب بفلوس بقدر من المال؟ يا حبيبي ما أنتش واخد حاجة معاك يوم ما تسافر. يوم ما تسافر الحاجة الوحيدة اللي هتاخدها معاك هي أعمالك أنت واللي عملته من أجل ملكوت السماوات. ما هي ثمار الروح؟ جبت كام واحد ليسوع المسيح؟ كام واحد عرفه يسوع المسيح؟ مش عشانك أنت، لكن من أعمالك أنت اللي انت كنت بتقدمها والناس شافت يسوع المسيح فيك. خلي بالك ان انت ممكن تكون الانجيل المعاش الوحيد اللي ممكن يشوفه الناس الغير مسيحيه. ممكن تكون موجود في وسط كليتك او في وسط شغلك، تكون انت الانسان المسيحي الوحيد اللي يبين فعلا شخص يسوع المسيح، ويكونون الانجيل الوحيد اللي هم يشوفوه هو انت. عايز الانجيل ده يشاور على المسيح ولا يشاور على التراب الذي في العالم؟ تكون متمسكا بإلهك يسوع المسيح، واعرف ان قيمتك الاولى والاخيره هي فيه وليس في العالم ولا اشياء العالم. فجميع هؤلاء فانيه وذاهبه الى الهلاك، ولكن من يثبت وليثبت الى الاخير هو الذهب الذي يمتحن بالنار فيصير ذهبا وذبيحه محرقه تقدم الى يسوع المسيح. حياتك خليها في انجيلك اللي انت عايشه فيه، وخلي حياتك انجيل معاش ومقرا للجميع. مش الإنسان يبص عليها، لكن الإنسان يبص على المسيح. هم يجدون أباكم الذي في السماوات. خلي قرارك الأولى والأخيرة تكون نابعها ورأسها هو المسيح، ليست هي قرارات أرضية أو قرارات مصيرية تعود عليك بالنفع، ولكن ماذا سينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فاجعل يسوع المسيح اللمبة المضيئة وشمس البر الحقيقية أمام حياتك، كي تسير حياتك في ضوء يسوع المسيح وتذهب إلى هذا الضوء في نهاية الأيام. ولإلهنا كل كرامة وكل مجد، آمين. عزيزي المستمع، وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة من برنامجكم تأملات مانو في إذاعة أقباط العالم. هتسمعوا معانا الحلقات بتاعت مانو كل أسبوع 4 مرات، يوم الجمعة بعد القداس، يوم الحد بعد القداس، بعد صلاة الغروب يوم الاثنين، وبعد صلاة النوم يوم الأربعاء. وطبعا هنكتب لكم على الفيسبوك وعلى موقع الإذاعة coptforg.com كل البروجرامز موعدها إمتى ومعاد برنامج مانو كمان. برضو الحلقة دي كلها هنحطها لكم إن شاء الله على اليوتيوب ونحطها لكم على الفيسبوك. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة مع برنامجكم تأملات مانو، هنا إذاعة أقباط العالم.